تام رحمة الله، من معي؟ محمد من المغرب، أخوكم محمد. حياك الله أخونا محمد، تفضل. صوتي مسموع؟ مسموع جدا. عندي فقط سؤال. أي سني أخونا حبيب لو شيعي أنت؟ أنا مسلم فقط، لا سني ولا شيعي. يعني إذا الشيعة والسنة مو مسلمين. المهم تفضل، شنو سؤالك على الحلقة؟ تفضل. يعني عندي سؤال في آية في سورة ياسين، الآية رقم 6، يقول الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني هنا الرسالة الربانية، يقول الله سبحانه وتعالى يعني أغلبية الناس لم يؤمنوا، ونحن رأينا بعد فتح مكة أن الأغلبية دخلوا في الإسلام، فهذا يعني له معنيين، يعني إما أن الآية القرآنية فيها خطأ، إما أن الأغلبية الذين آمنوا هم منافقون. والسؤال هنا يعني كيف نحن يعني نعطي الصحة لأغلبية الصحابة، نقول على أنهم عدول وعلى أن يمكن اتباعهم في كل طرقهم، وهم على الأقل 98% منهم داخلون في المنافقون، لأنهم لم يؤمنوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذا فقط سؤالي، وشكرا لكم. شكرا لكم أخونا، بارك الله فيك، سؤال جميل، وهذا أيضا رد، شكرا لك أخونا، رد على الأخ اللي قال معقولة يفشلون في السلام عليكم حجاج، بس عندي مداخلة. أبو أديب تسمعني؟ أبو أديب أيوم أعظم، لما قالوا بني إسرائيل فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أم لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ أول شيء نعم بالاثنين أذنبوا، إي بس الشرك بالله أعظم. إي الشرك بالله نعم، لكن ما رأيك بصحابة رسول الله طلبوا بنفس الطلب؟ ما كانوا يلبوا رسولهم. ما رأيك بصحابة رسول الله طلبوا نفس طلب بني إسرائيل؟ صحابة هذا الحديث حج معي إذا ممكن طلع على الشاشة. السيد أبو علي يمثل أمة محمد نفس أمة بني إسرائيل. هذا الحديث، اسمع هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل، حديث صحيح على شرط الشيخين. بني إسرائيل، اسمع أبو أديب، اسمع هذا الحديث، هذا في صحابة محمد صلى الله عليه وآله. اسمع أمة محمد وروح هو أبو أديب الله. هذا الحديث في صحابة النبي مو صحابة موسى. الآن يجابك الأخ أبو علي، يا أخ أبو أديب الآن يجابك الأخ أبو علي، خلي يكمل أبو كريم، تفضل أبو كريم. شنو هذا الحديث؟ يقول أبي واقد الليثي، هذا من الذين شهدوا بدرا يعني قديم الإسلام، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار هذا سني طبعا، هذا من كبار الصحابة أبو وقد الليثي، يقول له اجعل لنا شجرة. اسمع ماذا يقول، شجرة يعني يريدون يعبدوها هذولا بعد أشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد صحابي. كل هاي السنين في حنين يعني صحابي. بعد قبل وفاة النبي بسنة صحابي إيه، ومن شهد بدرا وكان الكفار ينطون بسلاحهم بسرة يعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر، هذا كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم، إنكم مو إحنا، أنتم سوف تركبون سنن من قال قبلكم بني إسرائيل، هو هذا نفس الحديث. هذا يعوف الله ويروح على الشجرة، يرجون شجرة ذات أنواط، هاي شجرة ذات أنواط. يا أبو كريم صحابي سأل رسول يعني الله يعني بالله عليك لا الله. بس لحظة وين التوحيد يطلب شجرة يعبدها؟ أبو أديب خلي الناس تفهم، بعد ما قال له يا بد اعطيني مجال خلي الناس تفهم، يعني أنا أعوف الله على كل برتقال شجرة طلع لي برتقالة؟ مخلنا نفهم شنو القضية، هذا متى هذا كان؟ بعد الإسلام يدورون برتقال؟ هذا في زمن حنين قبل حنين يعني قبل وفاة النبي بسنة، قبل وفاة السنة يدورون برتقال، وذو هذا من شهد بدرا يعني من أهل التوحيد. حجي عام 9 للهجرة هم يشربون الخمر كبار الصحابة الله وكيلك، ونزلت سورة المائدة. يعني معقولة أنا بهذا البرنامج دا أسمع يعني قبل النبي بسنة يقول لي خلينا شجرة
نعبدها نعبدها، يريد إله يعبد، الصحابي يريد إله يعبد، يعني هو يعرف أن محمد عبد الله، محمد رسول الله. نفستنا بني إسرائيل، اجعل لنا إله كما لهم آلهة، النبي استشهد بهذه الآية. يا عبد الله سوينا الله، حطنا الله على قاعد. النبي ما كان صالح للمجتمع. يا أبو علي كمل مداخلت، أبو علي معقول أنت شنو تسمي أبو علي؟ أبو علي أبو علي أرجوكم لا أحد يقاطع أبو علي، بس أنا يعني معقولة قبل وفاة النبي وانت كنت تقول رضي، وانت سني تقول رضي الله عن صحابي، يقول لك سوينا شجرة على مود نعبدها، على موز، على برتقالة، على ليمونة، يا معقول يعفون الله على الليمونة؟ تفضل. لا والله.